يعني دايما في لعيب عندك اسمه محمد عبد الفتاح تاحة، واحنا بنتكلم عن عنصر المهاجم ده عملة نادرة دلوقتي. محمد عبد الفتاح تاحة من اللعيبة اللي دايما كل ما اقول في كل اسبوع لعيب النادي الاهلي اللي احرزوا الاهداف الاقي محمد عبد الفتاح تاحة. هو في لعيبه كتير، بس أيوة. هو تاحه لعيب مميز طبعا من ضمن اللعيبه، بس انا مش عايز اتكلم عليه بشكل مباشر عشان اللعيبه دي سنها صغير. ايوه فبيصدق. احنا خلي بالك بعد شويه هنعرض لك دلوقتي جدول نتائج مباريات الاسبوع ال 13 دوري 2007. الجوله كل المباريات انتهت بكام، هنعرضه دلوقتي بعد قليل هيكون معانا ان شاء الله. فتاحه طبعا محمد عبد الفتاح لعيبه كويسه جدا، هو اصلا مركزه انا كنت موظفه اول السنه سترايكر راس حربه صريح، لكن بعد كده في اخر 3 4 ماتشات لعبته هاف طرف اللي هو مركزه الاساسي. هو بيجي من تحت طرف يمين او طرف شمال، بيحرز اهداف كتير قوي، بس انا اخر 3 4 ماتشات انا وظفته هاف طرف ولعبت مصطفى محمد مصطفى بهجت سترايكر. فهو من اللعيبه كويسه، من اللعيبه المميزه، بس انا ما بحبش اتكلم على اللعيبه كتير في السن ده لان هم بيصدقوا. يعني انت ما بتحبش تمدح اللعيبه بشكل كبير بشكل مباشر، لان هو يعني انا جربتها وجربتها السنه دي كويس. بعد خمس ست ماتشات كسبانين جبنا العلامه الكامله. الاولاد صدقوا نفسهم.